في إطار فعاليات مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوز، عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي عدد من الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وذلك في ضوء العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث التقت كل من المستشار الفيدرالي السويسري للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث ووزير التعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوزير الأول بسنغافورة ووزير السياسات الاجتماعية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية والمدير التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة والاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيجلتس، أحد أبرز الاقتصاديين على مستوى العالم والرئيس الأسبق للبنك الدولي.